عسلامة ومرحبا بكم مشاهدي قناة سوس تي في. تشرف اليوم ولاية سوسة على اليوم التكويني للانقطاع المدرسي لفائدة العمد بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية والمرصد الجهوي للانقطاع المدرسي. مشاهدينا تابعونا في هذا التقرير. فهنا إذا معنا نجدد شكري للمرصد للمندوبية التربية، وبطبيعة الحال إن شاء الله تواصلوا أنتم محتوى الجلسة بتاعكم أنتم لإثارة هذه الجلسة بمقترحاتكم بأفكاركم، ويكون المرصد بطبيعة الحال يتبع المجهود هذا إن شاء الله معناها بالتوفيق والنجاح. بارك الله فيكم. دور أنه معناها سياسي يشوف كذا والأمن وكذا، لكن كذلك يشوف كل ذات حكومة وقت اللي هو يكون كل ذات في القهوة ويلعب ويمشي في القرية متاعهم، هو ينبه الأولياء متاعهم وكذلك ينبه مندوبية التربية مشكورة كذلك اللي هي ساهمت باش يكون المرصد هذا موجود. فحينئذ هذه جلسة أولى حاولنا باش نحسوا فيها العمد على الدور متاعهم هذا بسياق أنه يهتموا أكثر هذا بالتلامذة متاعنا اللي يكونوا في القهوة واللي يكونوا يمشيوا يقرأوا على أرواحهم. هذا هو المنطقة. المرصد هو بادرة تكونت عام ناول، نعرفوا كلنا عدد التلامذة المنقطعين، والمرصد الوطني للشباب اعطى ديجا شيف خصا في دوزون اللي هما 110,000 منقطع سنويا معناها في عن مقاعد الدراسة. والتلامذة هذوما بون صحيح فما تلامذة ترجع تعمل مطالب الإسعاف، يبدا هو مثلا وقع طرده في آخر سنة دراسية يعمل مطلب، فما لجان جهوية في المندوبية الجهوية الكل في تونس يخدموا على إسعاف هالتلامذة هذوما ولا إعادة إدماجهم. لكن فما مش لأنه فما تلامذة معناها يمشي وكوموندي دو لا ناتور ما يرجعش، ما تعرفش عليه وين مشى. المؤسسه التربويه تعلم عليه، تقول لك احنا سنة في بدايه كل سنه دراسيه يقع الاعلام يقول لك عندي مؤسسه، تقول لك عندي 50 عندي 70 عندي 100، نوصلوا بعض مرات لبعض المؤسسه التربويه تعطي حتى 150 منقطع ما يرجعوش، ما نعرفوش عليهم وين. احنا المرصد هذا الكون وجمعيه تكونت جمعيه المرصد الجهوي لمعاضده العمل المرصد، خممنا شكون باش يكون همزه توصل معه. احنا نخدم اون غيزو، الغيزو المرصد هذا فيه اطراف، فيه وزاره المراه، فيه وزاره الشؤون الاجتماعيه بالطبيعه، احنا وزاره التربيه، الولايه، وزاره التكوين المهني، نخدم اون غيزو مع بعضنا. لكن قعدوا لنا هكا التلامذه اللي هو مثلا ناخذ احنا ولايه سوسه تقول انت في كوندار ولا في سيد الهيني ولا في بوفيشه، شكون باش يجيبوا شكون باش يعرف. جاتنا الفكره ان باش نخدموا مع اون غيزو كما كنت نحكي، باش نخدموا مع الساده العمد، وهذا العمد اللي هما في منطقتهم يعرف القهوه، يعرف البو هذا كوين، يعرف ولده. احنا عنا القائمات، جينا القائمات من المؤسسه التربويه نعطيهم نمدوا بهم السيد العمد ونقول له راه فلان الفلاني في عمده في العماده نتاعك انت عندك مثلا 30 تلميذ اللي ما عندنا عليهم حتى خاص، اعطينا وين مشاو 30 تلميذ هذوما. دونك هذه الخدمه اون غيزو مع المديري المؤسسه التربويه في نطاق المندوبيه ومع السيد العمد والمعتمدين في نطاق المعتمديه والولايه. انتم باش تبينوا لنا هي العائله اللي فيها الهشاشه اللي خليتك التلميذ هذاك، نعرفوا السبب رغم ما نجموش نداويو ونعرفوا اي انسان عنده تطلع لمداوات، وقت نقول مداوات نداويو اي مش متعلق بالطب فقط، ما نجموش نعرفوا المرض فين، السبب فين، سبب اقتصادي، سبب اجتماعي، سبب نفسي، سبب هذا كل انتم باش تبينونا، وهذا دوركم فيه. اليوم نحتفي وكل نحتفي على خاطر انطلاقة جديدة لتفعيل عمل المرصد الجهوي للتصدي لظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة والتسرب الدراسي. نقولوا تسرب دراسي هو إنسان عبارة على إنسان من جملتنا يخرج من بين المجموعة وينطلق لوحده، الله أعلم شنو المحيط اللي باش يحيط به وشنو المؤثرات باش يلقاوها. نحب نبين زيادة اللي فكرة المرصد، فكرة التصدي لظاهرة الانقطاع المدرسي على الصعيد الجهوي، تبلورت الفكرة منذ سبتمبر 2015 وقع وقتها جلسات وبدأت تفعيل المرصد وعملنا جمعية وتبنينا احنا كإدارة جهوية مندوبية جهوية للتربية، احتضننا المرصد بالشراكة بتبيعة مع كل الإدارات الجهوية المعنية كإدارة شؤون الجماعة، المندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية، مندوبية المرأة والأسرة، مندوبية حماية الطفولة، الكل كانت بشراكة أنه المرصد هذا المكتب الموجود ومرصد محتضن في المندوبية الجهوية يحتضن الشركاء الكل والفاعلين الكل في هذا الشأن، خاطر وحدنا مانيش باش نرصدوا الحالات، كي نرصدوها يلزم شكون معنا يأطرها، شكون يحضنها، شكون يتابعها زادة. وبالتالي بدا العمل وقمنا بعمل في سياق زادة برنامج وزارة التربية المدرسة تستعيد أبنائها
15-16 اللي نعرفوا معناها وطنيا فمي 110 ألف حالة. في سوسة فما 4545 حالة. عملناو استعدنا نجم نقولوا زاد الاولانيين رتبنا كولاية سوسة الاولانيين في عدد 1542 حالة 45 حالة اللي استعدناهم كما نقولوا وقعت إعادتهم مقاعد الدراسة. لكن باعتبار نعرفوا اللي احنا الشريحة العمرية اللي تمسها حالة الانقطاع المبكر هي السنة 7 أغلب، معناها في كل المستويات موجودة، لكن أغلب عدد المنقطعين موجود في السنة 7 أساسي، شوفك المرحلة من الابتدائي للأساسي، وفي السنة الأولى في سياقة إعادة التوجيه زادة مرتبط بالتغيرات البيولوجية وتغيرت بالعمرية الكل. فما هذوما الحالات اللي فئة عمرية هشة جدا توجه وقع أنه نعرفوهم لا مؤهلين يقوموا بعمل لا يخدموا لا يقع ينجم. نعرفوا اللي احنا الطفل عندنا جزء حتى ال 16 سنة ما يزموش يشتغل، يزمو يدرس. وباعتبار ذلك أنه قاع التعامل مع التكوين المهني ساعات ندمجوهم في مراكز التكوين المهني أنت والمستوى والعمر، ولكن كنا نستعيدوهم في قسم ويواصل خير من أنه تتفشى لي ظهرت الأمية زيد وهي